في نوفمبر 2025، والتاريخ الاستلام المؤقت سيكون بإذن الله بتاريخ لحقت 95%، حيث أنه تم الأوسموس انفيرس الهندسة المدنية 100%، حجم سعي بمعدل 2.7 مليون ساعة منذ بداية الأشغال، ولم يسجل أي مرحلة التركيب. التحضير الأرضية شيء صعب كثير عند انطلاقات المشروع، وإحنا وضعنا هذا المجمع في وضعية صعبة لأن ما خليناهمش وقت، رغم تأخر 9% بالنسبة للبرنامج اللي كان مسبق. المفروض اليوم رانا 77%، احنا رانا في 68%، لكن احنا عارفين لماذا، لأن تابعنا شفتوا في العرض كان الصعوبات الأولى كان في الانطلاقة من ناحية التربة التحضير الأرضي، فمباشرة راحوا للميدان وباشروا الأعمال وتلقاوا صعوبات، لكن تجاوزوا صعوبات بفضل التحكم الكبير الموجود الآن في إطاراتنا، وهذه مفخرة كبيرة لمواصلة المجهودات في هذا المشروع والمشاريع المستقبلية، أننا عندنا الآن إطارات ذات كفاءة عالية.